كنا جايين مع الشارع غاندي، بان سيدنا وقف في روج حمر في روج الشاعر، وقفنا حداه كلاكسونين عليه، طلبنا منه سلمنا عليه عادي، واللي قال لي بغيت ناخذ صورتي الذكريه معاك. اللي هبط ولدي تفضل، هبط ولدي هبط معايا. طلب من واحد من الحارس الشخصي قال لي خذ لنا الصوره التذكاريه. قلنا ما الصوره التذكاريه؟ باركنا لي عواش، باركنا عواش. قال ولدي تبارك الله عليك، ولدي الله يصلحك، الله يصلحك الوليدات. صافي، هو زاد في حاله عادي بكل تواضع. شوف واه سيدي، واه، راه احساس كبير باش تلقى مع سيدنا وتاخذ صوره التذكاريه، ماشي سهله. احساس كبير وفرحه كبيره، وخصوصا انه ملك متواضع جدا جدا جدا، ملك الشعب بكل تواضع. يعني كيف شي اللي ولدي قال لي بغيت ناخذ صورة تذكارية، هبط الجاج اللي هبط ولدي. يعني إحساس ديال كل مغربي تيحب في روحه الوطنية وتيحب الملك ديالو. واه فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، لدرجة أنا ما نعسوش كاع بالليل، وما مشوش اليوم كاع ليكول، وعاد ما مشاش للمدرسة، ما قدش يفيق. إحساس كبير، وسيرتو ملي نشرت في الصحافة صحابتي عيطوا لي مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. وصورة تبقى خالدة للذكرى، يعني ما تصورهاش قداش، صورة خالدة للذكرى، الذكرى مع سيدنا الله ينصره الله يطول عمره. ويعني تعتز بها بزاف، نجد فخور وجد محظوظ الحمد لله، تبقى الذكرى. الله ينصر سيدنا، الله ينصره، الله يطول، الله يثبت الخطط ديالو، كنت الله كتوقع يطول لنا في عمره. ما كنتش نتوقع كاع، لا ما كنتش نتوقع، باش نتوقع نهائيا. لا لا، ما عمري ما كنت متوقعها بكل صراحه، ما عمري ما كنت متوقعها. لا لا، اول مره تطرى لي، اول مره تنوقف حداه، ما كنتش متوقع حتى من الابن ديالي، ما كانش متوقع كاع الابن ديالي، ما كانش متوقع انه غادي يدي لي الطلب ديالو.